خلال الموضة أستاذة السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا من جامعات محمد الخامس بالرباط، متخصصة في الأنثروبولوجيا الماء والموارد، بالخصوص أشتغل على المجالات والمنظومات البحرية بالجنوب الشرقي المغربي. بداية أهني جمعيات إنقاذ تراث مدينة صلا على اختيار أولا هذا الموضوع المهم وهذا الموضوع العالمي، كما أشكر السادة الأساتذة بهذه المداخلة القيمة دكتورة حنينة ناجي وأيضا دكتور عبد المغرب معلمو. في الحقيقة موضوع هذا اللقاء اليوم هو يحضر في ظل واحد نقاش عمومي بدأ يعني يثير مجموعة من القضايا الراهنية الاستراتيجية الكبرى في السنوات الأخيرة، لأنه متصل من جهة بموضوع أولا المسألة المائية وكل التحديات التي يعني تواجه العالم اليوم في ظل مجموعة التغيرات الطبيعية والمناخية وهذه الإشكالات التي يعني تناقشها المنظومة الدولية بصفة عامة، ثم يحضر في من جهة أخرى في سياق بدء الانتباه لإعادة الاشتغال على التراث المغربي، ومن بين عناصر التراث المهمة يعني بالمغرب نجد التراث المائي المغربي. إذن بالنسبة لنا في الجامعة كباحثين وكأساتذة وأكاديميين وأيضا كطلبة كاين واحد المشكل وهو الانغلاق هذه المؤسسات يعني لها. أظن أن اليوم من المهم جدا الانفتاح على سواء المجتمع المدني على مختلف الفعاليات يعني المؤسساتية على الجامعات على المنظمات الدولية التي تشتغل على الموضوع من أجل تكثيف يعني الجهود من أجل يعني حماية وصيانة هذا التراث المائي بصفة عامة. وأظن بأن يعني التشبيك مع المؤسسات البحثية والمؤسسات الأكاديمية في مقدمتها الجامعات أظن بأنها سوف تثمر واحد النتيجة تكون مزيانة بزاف في هذا السياق. هذه عبارة يعني عن توصية اللي سمحتوا لي بها. فقط سؤال بالنسبة للدكتور عز المغرب معلمو، هل هناك يعني مراجع وأطارح أخرى تمت حول هذا الصور المائي؟ لأن في الحقيقة يهمني كثيرا هذا الموضوع. وشكرا. شكرا أستاذة حنان.